السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اسهل طريقه باش تقدروا تزرعوا الطماطم الكرزيه في المنزل ديالكم بكل سهوله، وان شاء الله غادي تشاهدوا معايا الفيديو من الزرع حتى الحصاد. كيف ما شفتوا معايا هذه مطيشه، صافي خديتها قسمتها على جوج باش نحيد منها هذاك البذور ديالها وديك الزريعه ديالها. المهم من الاحسن، هذه احسن طريقه بلا ما نضيعوها ونزرعوها كامله. هنا كناخذوا غير الزريعه ديالها ولا البذور ديالها، وكناخذوا مطيشه كنستعملوها في لصالاد العاديين ديالنا. هنايا كيف ما شفتوا راه خديت محبق اللي هو يكون صغير، ما يكونش كبير غير صغير. هذا غادي نديرو فيه اول مره، يكون محبق صغير. شفتوا التراب راه مبلل شويه، باش فاش كنحطوا الزريعه ولا البذره فوق التراب كيتثبت. وافضل وقت لزراعه الطماطم اما شهر 3 ولا شهر 10. صافي، وغادي نجيب شويه ديال التراب، غادي نغطي هاد البذور. التربه تكون خفيفه، ما تكونش التربه اللي تكون ثقيله، باش بحال هكا كتسرع عمليه النمو. صافي، وغادي نسقيها وغادي نخليها في مكان ما تكونش معرض للشمس القويه، يكون بين وبين. صافي، في ظرف اسبوع ان شاء الله غادي يبان لكم بدات البذور كتنبت. صافي، ويوم بعد يوم ان شاء الله تلقاوها بهذا الشكل. المهم دابا صافي، ما غاديش نخليها بحال هكا في هذا المحبق الصغير. غادي نحيد هاد النقيلات ولا هاد العقلات، غادي نوزعهم على محاب نديرهم. هو من الاحسن كل وحده كل بحال هكا نقله نديرها في محبق باش كتلقى الحريه ديالها في انها كتكبر على خاطرها. هنا غادي ندير شي وحدين في هذا المحبق وشي وحدين في محابق اخرين كيف ما غادي تشوفوا معايا. المهم اننا فاش نكونوا كنحيدهم بحال هكا من هذا المحبق الصغير، ما نخليوش الجذور بحال هكا عريانين بزاف في البرد. كيف ما نهزوهم يكونوا باقين بالتربه ديالهم، نعاودو نغرسوهم. هذه نقطه مهمه باش الجذور ما يضربهاش البرد وما تفسدش.
انا خليت الفيديو شارح نفسه، خليتكم متبعين المراحل ديال النمو ديال مطيشه. هنا من بعد مرور تقريبا شهرين شهرين ونص كتلقاو مطيشه بحال هكا، ولات كبرات وتمرات وكبرات بحال هذا الشكل. دابا هنا راه كتكون كينوض وحدين كنحيدهم، وكينوضوا عاوتاني وحدين اخرين، حيت ما كينوضوش في نفس الوقت، وحدين كيكونوا حمرين وحدين كيكونوا باقيين صفرين ولا كيكونوا باقيين صغار. داكشي باش ما كاينينش في المحبق كاملين، ان كنحيد وحدين وكيرجعوا ينوضوا وحدين اخرين. انا هاد مطيشه خليتها على طبيعتها، ما درتش ليها لا مبيدات، ما درتش حتى شي اسمده. كنتمنى تجربوها، واخا في المحبقات، واخا ما يكونش عندنا شي مساحه اللي هي كبيره ولا شي ارض اللي هي شويه كبيره باش نقدروا نزرعوا فيها. يعني واخا محبقات واخا صغار نقدروا، واخا غير نستمتعوا بهذا الشكل اللي كيكون ديال الخضره، كتكون واخا باقه صغيره واخا كتكون المهم الشكل ديالك يكون زوين، وكتكون واحد الفرحة زوينة واخا في المحبقات. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم كيف ما العادة ما تنسوش لايك الفيديو. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.